السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا واحد التجربة ديال مقاومة ضد رتيلة ضد ليسبيس كريستالا. استعملنا الزيت مع مبيد ضد رتيلة. كما كتشوفوا لافاس الوجه ديال الورقة هو نقي، الورقة الأولى، هذه الورقة الثانية من نفس الشجرة، الفاص ديالهم الوجه ديالهم نقي، الورقة الأولى الوجه يعني تا هو مضروب، هنا كتبان أثر ديال الزيت، شوف الطبعة ديال الزيت، هاد البلاصة كلها مغسولة، كانت نتيجة يعني الورقة في هاد الحالة داوات من جوج جويه. الجهة السفلى والجهة العليا نفس الورقة، هذه كانت لداخل يعني عليها العود بزاف، عليها الورق بزاف. الوجه العلوي نقي والوجه السفلي خلاف الوجه السفلي، تشوفوا لاطاك باينة يعني رسيلة باقا مخزونة في داك الغشا ديالها. هاد الشيء هاد الوجه هذا كيبان انه ما سقاش بالزيت، اصلا ديال الزيت ما كاينش عليه، حتى الدواء ما قاسوش، يعني ما قاسوش الدواء بخلاف الورقه الاولى. كنشوفوا الاثر ديال الزيت ديالو ديال الدواء راه قاص من جوج جويه. هنا فين كتجلى الصعوبه ديال هاد الحشره هادي، لانه كما كنعرفوا كاع الدويات ديال الرتيلة هما دو كونتاكت، يعني خص تقيس الدواء، خصو يقيس الورقة، وهاد الحشرة هي غالبا كتسكن في الجهة السفلية، مما كتزيد تقاوم هاد المرض هذا، يعني كتكون مخزونة على الدواء، والدواء خصنا ما نبداوش حتى تكون عندنا واحد لاطاك كبيره، خصنا نبداو من الاول فيما تبان نحيدوها لنا باش ما نوصلوش لهاد الحاله هادي. دونك في الحاله خص كل مره نعاودو الدواء، واي حاجه تزقلات لينا خصنا نداويوها. اذا الواحد خصو يرد البال من الخطوره ديال هاد الحشره هادي، وراها مشكل لانه كد تسكن في العروق بالخصوص، كتركز على العروق، وهي عندها كتمص الماكله وكتقدر تاثر على الكاليبر، تقدر تاثر على الشجره، وهاد الورقه اللي كتشوفها بحال هكا يعني ما بقاش ليها باش تطيح، ولا طاحوا الاوراق ديال الشجره يعني المعمل هذاك ما بقاش المعمل، الشجره كلها كتضيع وما كيبقاش فيها واحد الريزيرف، تضرر انه الورقه ملي كتولي ضعيفة وهداك الشيء كتولي بحال هاد المنظر هذا، صافي كطيح هاد الورقة، كطيح هادي طايحة، لأنه صافي خوات هاد الرتيلة مبقاش حتى هاد الحشرة مبقات تلقى ما تاكل فيها، مبقاش هاد الريزيرف، طاحت هي دبالت وطاحت. الله يستر لو وصل الشجر كله وصل لهاد الحالة هادي، صافي الفيرجي العام الجاي ما غاديش يعطيك، وغيوليو مشاكل اخرى غيبانو، الشجر غيضعف، مبقاش عندو المناعة، يولي كوارث اخرين غيبقاو يبانو. اللهم الوقاية احسن من العلاج.